اهلا وسهلا بكم، انا علي السيد ودي فقره اي جي ان نيوز. انا رسميا سميت السنه دي سنه العاب الريماستر. هتسالوني ليه علي؟ هقول لكم لانه لعبه الغموض المشهوره فارنهايت انديجو بروفيسي بقى ليها نسخه ريماستر. طب هنلاقيها فين وايه الجديد فيها؟ خلينا اقول لكم، اللعبه دلوقتي موجوده على البي سي، ماك، لينكس واجهزه الاي او اس، وجديد فيها طبعا بما انها ريماستر هتكون رسومات عاليه الدقه، تحكمات لمسيه لاجهزه الهواتف المحموله والتابلت، فول كنترول سبورت للاجهزه الثانيه، وما ننساش طبعا القدره على التغيير ما بين الرسومات القديمه والرسومات المعدله. كمان قالوا ان اللعبه هتكون في صورتها الكاميرا من غير حذف اي مقاطع في اللعبه. دلوقتي قولوا لي، هل انتم مبسوطين انه فارنهايت انديجو بروفيسي بقى ليها نسخه ريماستر؟ هل انتم مبسوطين انه شركات عماله ترجع العاب جديده بنسخ معدله بحيث نقدر نلعبها من اول جديد بشكل محسن؟ واللي في قسم التعليقات. لما زلنا الاخبار تابعونا على IGN News.